طيب كالمقدمة قبل أن ندخل في الكتاب، ربما سأل أحد نفسه أو غيره لماذا أنا لابد أن أتعلم الفقه بالذات؟ العلوم كثيرة، العلوم الدينية وغير الدينية كثيرة لا تحصى. طيب بالذات ما هو السبب الذي من أجله لابد أن أتعلم الفقه؟ طيب قبل ذلك ما هو الفقه أصلا؟ ما هو الفقه؟ طيب الفقه لغة الفهم، من حيث اللغة العربية لو فتحنا القاموس وجدنا أن الفقه معناه الفهم، فلذلك يقول الناس فقهت أن السماء فوقي والأرض تحتي، مذكور في الكتب، فقهت أن السماء فوقي والأرض تحتي. فقهت بمعنى فهمت، علمت شيء سهل. فقهت أن السماء فوقي، إذن الفقه لغة الفهم. وهناك من قال الفقه لغة فهم ما دق، أي ما ليس بظاهر يحتاج إلى تفكر. أما قول فقهت أن السماء فوقي، هل هناك أحد لا يعلم أن السماء فوقه؟ أبدا، أمر بديهي، فلا يسمى فقها عند بعض الناس. إلا أن الراجح أن الفقه لغة، أي من حيث اللغة العربية مادة الفقه تطلق على الفهم. فلذلك أستطيع أن أقول لكم هل فقهتم كلامي؟ سؤال صحيح. هل فقهتم كلامي، أي هل فهمتم كلامي؟ هذا من حيث مش بتاعي، هذا من حيث اللغة، الفقه من حيث اللغة كذا وكذا. من حيث الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، ما هو الفقه؟ نحن تعلمنا كثيرا أن الكلمة له معنى لغوي وله معنى شرعي أو معنى اصطلاحي، بمعنى أن هذه الكلمة لما كان لها معنى من المعاني، نقل هذا المعنى إلى معنى جديد بسبب استخدام طائفة من الناس هذه الكلمة على المعنى الجديد. مثلا لما كنا نقول للناس إن شاء الله كل يوم الجمعة في الصباح الساعة 8:30 بالضبط كما قال المصريون، إن شاء الله بإذن الله عز وجل يكون هناك درس في المقدمة الحضرمية، وهو درس في الفقه. لا أحد منا يعني درس في الفهم بإذن الله، لا، انتقلت كلمة الفقه من معناه اللغوي إلى معنى جديد المعلوم لدى طائفة من الناس. نحن الآن والحمد لله كأن كلمة الفقه صار معلومة لدى الناس على علم معين المعروف، ولا أحد فهم أن الفقه معناه الفهم الآن، مع أن لو فتحنا القاموس وجدنا أن الفقه بمعنى الفهم. طيب الفقه اصطلاحا، أي في اصطلاح علماء الشريعة أو في الشرع، يا ساتر يا رب، يا لا يخطر في بالي، ما هو الفقه؟ ايش اصطلاح؟ لا حول ولا قوة، ها لا حول ولا قوة الا بالله. لا انتظر هو لا ايه لم يأتي، انتظر في الطريق. العلم بالاحكام الشرعية، وصل الحمد لله، كان في الطريق، يعني هناك زحمة في الطريق، الحمد لله أوبر تمشي بسرعة فوصل إلى البيت طلبناك بسرعة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
التفصيليه. طيب نجعل هذا التعريف من ضمن المحفوظات. ايه ايه زعلان مني ولا ايه؟ طيب حاضر. طيب نكتب من ضمن المحفوظات اليوم المحفوظات الفقهيه، ولا الفقه لغه الفهم، واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب من ضمن المحفوظات الفقهية، أول المحفوظات الفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. نقرأ معا: الفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب سنكرر كثيرا إن شاء الله حتى تكون هذه الأشياء من الضروريات، حتى لو سئلنا في القبر بعد ما دينك وما ربك وما إيمانك وما نبيك وما هو تعريف الفقه، نستطيع أن نجيب بكل سهولة. ولا سؤال يا منكر يا نكير. طيب الفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية. إذن الفقه عبارة عن الإدراك بالأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية منها أحكام عملية ومنها أحكام علمية. الفقه هو الإدراك بالأحكام الشرعية العملية، وليس هو إدراكا بالأحكام العلمية. طيب أي ما هو الفرق بين الأحكام الشرعية العملية وبين الأحكام الشرعية العلمية؟ الأحكام الشرعية العملية هي الأحكام التي تتعلق بأفعالنا. طيب لما أردت أن أشرب، هل يجوز لي أن أشرب هذا الماء أم لا؟ أو لابد أن أستأذن أولا لأن صاحب البيت فقد قدم الطعام ولم يأمرني، تفضل يا عمي، لكني شربت قبل أن أستأذن منهم. طيب هل يجوز لي أن أفعل ذلك أم لا؟ طيب إذن هناك حكم يتعلق بفعلي، هذا هو الفقه. أما الأحكام الشرعية العملية هي الأحكام المذكورة في كتب العقيدة، مثلا معاذ الله أن يكون له مكان وأن يكون له جسد، هذا حكم من الأحكام الشرعية العلمية أي العقادية. نستطيع أن نقول أيضا إن الأحكام الشرعية العلمية هي الأحكام الشرعية العقائدية، فالأشياء التي تتعلق بعقائد المسلمين تسمى الأحكام الشرعية العلمية، وله أربابه وله أصحابه وله علماؤه. أما كلامنا الآن فهو عن الفقه، فالفقه هو العلم أي الإدراك معرفة بالأحكام الشرعية العملية أي الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين. بمعنى هل يجوز لي أن أشرب؟
هل يجوز لي أن أفعل كذا وكذا؟ هل يجوز لي أن أتصل بفلان؟ هل يجوز لي أن أصنع كذا وكذا وكذا؟ كل فعل من أفعال المكلفين له حكم شرعي، فلا يجوز لأحد أن يفعل أي فعل إلا بعد أن علم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أباح له أن يفعل ما يريد. فكل فعل له حكم، فالفقه عبارة عن العلم الذي يخبرنا عن حكم الله عز وجل في أفعال المكلفين. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. نقول المكتسب ولم نقول المكتسبة، لأن المكتسب في هذا التعريف هو صفة للعلم، العلم المكتسب، العلم المكتسب، مع أن الأحكام هي الأحكام الشرعية العملية. إذن الشرعية والعملية صفتان للأحكام، أما المكتسب فهو صفة للعلم. فلما قلنا العلم فلابد أن يكون صفته، فلابد أن تكون صفته المكتسب، لأن الصفة تابع للموصوف، كما تعلمنا في علم النحو. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، أي المستنبطة، المستنبط، المأخوذة، المأخوذ، العلم المأخوذ، العلم المخرج، المستخرج، مستنبط. طيب هو يؤخذ ويستنبط من ماذا؟ من أدلتها، أي من أدلة الأحكام. فالضمير في قولها أدلتها راجع إلى الأحكام الشرعية. من أدلتها أي من أدلة الأحكام التفصيلية. إذن من صفات هذه الأدلة أنها لابد أن تكون تفصيلية. ما معنى تفصيلية في هذه المسألة؟ معناها أن هذا الدليل لابد أن يتكلم مباشرة في هذا الفعل. مثلا أنا أريد أن أشرب هذا الماء، هل يجوز لي أن أشرب؟ يقول الفقيه نعم يجوز. طيب من أين أخذت قولك؟ من أين جاء الجواز؟ من دليل. طيب هل هذا الدليل يتكلم بكل إيه؟ يتكلم مباشرة حول حكم شرب بالماء؟ فقال نعم. طيب لو كان كذلك فإنه دليل تفصيلي. مثاله سهلة. بسم الله، تفضلوا يا جماعة تفضلوا. الله عز وجل قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو لامستم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية تتكلم عن حكم الوضوء ونواقض الوضوء، ويتكلم عن حكم التيمم إذا فقدنا الماء. طيب الله عز وجل قال أو لامستم النساء، فعلمنا من هذه الآية أن من ضمن نواقض الوضوء هو مس النساء. أنا عندي زوجة تزوجت والحمد لله، عندي أولاد، أولاها فاطمة
ويليها محمد ويليه أحمد ثلاثة. الحمد لله، طوبى لكم. طيب، مرة من المرات مسست يد زوجتي وأنا متوضئ قبله، قبل هذا المس أنا كنت متوضئا فمسست يدها بأي سبب من الأسباب، أساعدها في المطبخ، هي زعلان مني مثلا، هي زعلانة مني أي حاجة، فمسست يدي يدها. طيب، أريد أن أصلي بعد ذلك، هل يجوز لي أن أصلي أم لا؟ سألت الفقيه فقال لا، لا يجوز. طيب، لماذا لا يجوز؟ بمعنى من أي من أين ما أين دليلك؟ فقال لي مباشرة أو لامستم النساء. فقوله أو لامستم النساء متعلق بقضية مس المرأة، فحينئذ صار هذا الدليل يتكلم في مسألة مس المرأة، فحينئذ نستطيع أن نقول بأن هذا الدليل هو الدليل التفصيلي. ضد الدليل التفصيلي هو الدليل الإجمالي. الدليل الإجمالي هو الدليل الذي يتكلم بكلام عام هكذا ولا يتكلم بخصوص موضوع معين. مثلا نقول ما هو دليل على حجية الإجماع؟ ما هو الدليل على حجية قول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب، إذن نقول من أدلة حجية قول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه. طيب، هذا هو الدليل، لكن هذا الدليل لا يتكلم عن فعل من أفعال المكلفين، إنما تكلم عن شيء كبير واسع وهو حجية أحاديث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ صار هذا الدليل دليلا إجماليا حيث إنه لا يتكلم بخصوص فعل من أفعال المكلفين. فالفقه إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالعلم مكتسب مأخوذ من الأدلة التفصيلية. فقال علماؤنا لما شرح هذا التعريف، الفهم الذي أو نقول العلم الذي يتعلق بأفعال المكلفين من حيث حكمه من حيث حكمها، إذا كان هذا العلم وجدناه بالقراءة وبالتلقي من الشيوخ لا يسمى فقها، فلا يسمى فقها. مثلا، طيب من أين علمت أن ماء المطر يجوز لنا أن نتوضأ به؟ من أين عرفت؟ من أين تعلمت؟ من أين وجدت أن استخدام أو استعمال ماء المطر جائز في الوضوء؟ أنا شخصيا عرفت هذه المسألة لأني تعلمت وسمعت من أفواه الشيوخ وقرأت متن أبي شجاع، وكان سيدنا الإمام أبو شجاع ذكر في متنه أن من ضمن المياه التي يجوز لنا التطهير بها ماء المطر. إذن أنا علمت أني يجوز لي أن أتوضأ بماء المطر بالمطر. طيب، هذا العلم نعم تتعلق بالأحكام الشرعية نعم، لكنه ليس مخرجا من أدلتها التفصيلية. أنا لم أعرف هذه المسألة بعد أن فتحت القرآن وتعمقت فيه وقرأت الأحاديث، لا، إنما فهمته بعد أن سمعت هذا الكلام من أفواه الشيوخ. إذن هذا هو العلم
تتعلق هو العلم يتعلق بالأحكام الشرعية لكنه غير مستنبط من الأدلة. إذن علمنا بالفقه لا يسمى فقها، وإنما علم سيدنا الإمام الشافعي وعلم سيدنا الإمام أبي حنيفة والإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام أحمد، العلم في عقولهم، وهذا العلم يتعلق بالأحكام الشرعية، وهذا العلم مكتسب مستنبط من أدلة الشريعة، علمهم حينئذ يسمى فقها. تفهمون يا جماعة ما قصدت أنا؟ إذن فهمنا للأحكام الشرعية لا يسمى فقها، لا يسمى فقها، وإنما الفقه هو ما فهمه الأئمة المجتهدون الذين وصلوا رتبة الاجتهاد ولهم حق في استنباط الأحكام. إذن علومهم التي تتعلق بتلك المسائل تسمى فقها، أما علوم المقلدين لا تسمى فقها. طيب هذا هو الفقه والحمد لله. إذن لو فلان سألنا هل أنتم في المقدمة الحضرمية تعلمتم عن الصفات الواجبة للرسل، فقلت لا 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 لا، نحن تعلمنا الفقه ولم نتعلم في يوم الجمعة مع الفقير خير النظام، لا نتعلم منه مادة العقيدة، لأن تعلمنا وعرفنا تماما، عرفنا تماما تعريف الفقه. فالفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب فلماذا نتعلم الفقه إذن؟ نحن تعلمنا ولسنا استنبطنا، نحن تعلمنا الفقط، تعلمنا فقط الفقه يعني العلم الذي في عقول الفقهاء. لماذا تعلمنا؟ أولا لأن لست قادرين على استنباط الأحكام، فلذلك نحتاج إلى تعلم والتلقي، بخلاف سيدنا الإمام الشافعي بعد أن أصبح مجتهدا لا يجوز له أن يتعلم الفقه من شخص آخر، لأنه صار مجتهدا له حق في استنباط الأحكام. وفي علم أصول الفقه أن المجتهد حرام عليه أن يقلد مجتهدا آخر. إذن نحن تعلمنا الفقه بسبب عدم وصولنا إلى مرتبة الاستنباط، إلى مرتبة الاجتهاد. فالذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد وجب عليه تقليد مجتهد آخر، وجب عليه أن يقلد مجتهدا آخر، والذي بلغ رتبة الاجتهاد يحرم عليه أن يقلد مجتهدا آخر. فالإنسان إذن له قسمان، له نوعان، إما مجتهد وإما مقلد. فما دور المقلد؟ تقليد المجتهد. فما دور المجتهد؟ بيان حكم الفقه للمقلد. إذن نستطيع أن نقول دليلنا هو كلام سيدنا الإمام الشافعي، لا قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام ظاهره باطل لكنه صحيح. لو قلنا نحن ونحن مقلدون دليلي قول سيدنا الإمام الشافعي لا قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو وجدت الإمام الشافعي قال بقول وهذا القول يخالف قول رسول الله فلا بد أن أتبع ما قاله الإمام الشافعي. كلام صعب، ربما الناس فسقونا وبدعونا وكفرونا بمثل هذا الكلام. ياه فلان جعل الرسول مفضولا وجعل سيدنا الإمام الشافعي فاضلا وإماما، حيث إنه لو وجد كلام الإمام خالف كلام الرسول. كلام الرسول
متروك وكلام الإمام معمول حرام عليك. ربما الناس يقولون ذلك، لكن نحن تكلمنا بكل هدوء وفهمنا مراد الكلام، فوجدنا أن الكلام صحيح 100%. ما السبب؟ لأن لا نستطيع أن نستنبط الأحكام الفقهية من قول الله ومن قول رسول الله، بسبب أن ما وصلنا مرتبة الاجتهاد. فلو سمعنا قول الله وقول رسول الله ثم قلنا أنا فهمت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن معناه كذا وكذا وكذا، ربما أخطأنا. إذن لما لم نصل إلى رتبة الاجتهاد، لا يجوز لنا أن نأتي مباشرة إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله. نقرأ القرآن والحمد لله، نقرأ الحديث جميل، ولكن يحرم علينا أن نقول هذا الحديث يدل على، لا حرام. يدل إيه يا عمي؟ أذكر بقى، أذكر أحسن. يدل إيه؟ أنت مجتهد. طيب أنت، أنا مقلد. طيب ما دمت مقلدا أسكت ولا تقول هذا الحديث يدل. قل من هذا الحديث فهمه سيدنا الإمام الشافعي أنه كذا وكذا وكذا. إذن كلام سيدنا الإمام الشافعي مثلا، لأن مقلدوه، وهناك مجتهدون الآخرون، إمام مالك، إمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، وهناك من المجتهدين من اجتهد لكن فقهه مندثر الآن، لم يكن موجودا ولم يكن متداولا بين الناس، كفقه سيدنا سفيان ابن عيينة وفقه سيدنا الإمام وكيع فقه مصر. طيب إذن كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة دليل، لكن دليل من؟ دليل المجتهد، مش دليلي أنا المقلد المسكين الذي قرأ القرآن وأخطأ في أحكام التجويد. القول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام دليل المجتهد. طيب ما هو إذن دليل المقلد؟ دليل المقلد هو كلام المجتهد، لأن المجتهد قبل أن يخبر المقلد أن هذا الفعل حكمه كذا وكذا وكذا، قبل أن يخبرنا عن هذا الحكم، إنما استنبط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية من القرآن والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة. إذن نحن أخيرا باتباعنا كلام الأئمة المجتهدين وصلنا إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دليلنا قول المجتهد، وقول المجتهد دليله القرآن والسنة. إذن دليل الدليل دليل، صحيح؟ دليل الدليل دليل. طيب دليل المجتهد القرآن والسنة، دليل المقلد كلام المجتهد. إذن دليل الدليل دليل. إذن دليلنا في النهاية راجع إلى القرآن والسنة، ولكن ليس مباشرة من المقلد إلى النصوص الشرعية، وإنما هو بواسطة اجتهاد المجتهد. فلذلك نحن تعلمنا الفقه بسبب أن ما استطعنا أن نصل إلى مراد الله ومراد رسول الله بحق. ربما واحد قال أنا متعمق في اللغة العربية وقرأت القرآن وفهمت والحمد لله، وقرأت الأحاديث وفهمت، ما لي أن أسمع كلام وفلان وفلان، هم رجال وأنا مش رجال. طيب هم رجال وأنت ما زلت صغارا يا عم، صغارا في العلم. الاستنباط ليس فقط بسبب أنك فهمت اللغة العربية، هناك شروط أخرى كثيرة. هل فهمت أصول الفقه؟ وهل فهمت الناسخ والمنسوخ؟ وهل علمت ما هي الأمور التي انعقد الإجماع فيها ولا لا؟ إذن هناك شروط أخرى مذكورة في كتب الأصول. إذن نحن تعلمنا الفقه بسبب أن لم نصل إلى رتبة الاجتهاد. ثانيا تعلمنا الفقه
حتى نتبع أوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفقه عبارة عن معرفة الحلال والحرام والجواز وعدم الجواز فنحن نريد أن نتعمق في الفقه حتى نسلك طريق الهدى والرشاد ولا نفعل فعلا حرمه الله عز وجل ورسوله إذن هذا هو دور الفقه وفائدة تعلم علم الفقه طيب تقولون إن الفقه واسع هناك اجتهاد سيد الإمام الشافعي والإمام أحمد إمام أبي حنيفة والإمام مالك لما أنت بالذات تعلمت الفقه على مذهب سيد الإمام الشافعي ليه متعصبون أنتم متعصبون جدا لماذا والمجتهد الإمام الشافعي فقط لا لا نقول ذلك ولا نمنع غيرنا أن نتفقه على مذهب غير مذهب سيدنا الإمام الشافعي ولكن نحن بسبب أن المذهب المنتشر في ماليزيا والمذهب السادة الشافعية تعلمنا فقه الإمام الشافعي لأن الإسلام جاء من قبل اليمن إلى ماليزيا وإلى أندونيسيا كما قاله علماء التاريخ فلما جاء الإسلام من قبل هؤلاء اليمانيين جزاهم الله عنا خير الجزاء وهم شافعية فهم إذن أدخلوا الإسلام وأدخلوا أيضا مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في بلادنا فتعلمنا على مذهب سيدنا الإمام الشافعي ومع ذلك لا نقول إن مذهب الإمام الشافعي هو الصحيح الكح ومذهب الآخر باطل صرف لا نقول ذلك بل نقول كل مجتهد له رأي قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لكن في الدنيا لا نستطيع أن نجزم ونتيقن 100% أن هذا الفقيه قوله صحيح أو خطأ سيدنا الإمام الشافعي ظن أن رأيه هو الصواب ورأي غيره هو الخطأ ظن وكذلك الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك وكذلك بقية المجتهدين فالكل يظن أن رأيه هو الصواب لأن الدليل قد يفهم بمعان كثيرة على سبيل المثال قوله عز وجل أو لامستم النساء اختلف العلماء في فهم معناه سيدنا الإمام الشافعي فهم أن الرجل لما مس امرأته شهوة بدون شهوة أو مع الشهوة بطل وضوءه مع سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فهم أن ماس لابد أن يكون بشهوة إذا هناك فرق بين الدليل وفهم الدليل فقهاؤنا لما اختلفوا ليس اختلافهم بسبب عدم إدراكهم الدليل إنما اختلافهم بسبب أنهم فهموا فهما يخالف فهم الآخرين في فهم الدليل فالاختلاف بسبب اختلاف الفهم ليس بسبب عدم إدراك الدليل فالدليل معروف قول الله عز وجل معروف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالأحكام معروفة لكن الفقهاء لما اختلفوا إنما اختلفوا على دليل اختلفوا في الفهم وليس اختلافهم بسبب أنهم اتبعوا أهواءهم أبدا لا إنما اختلافهم بسبب أنهم لما قرأوا النصوص فهم فقيه فهما وفهم فقيه آخر فهما آخر إذا نحن تعلمنا الفقه بسبب أننا لا نستطيع أن نستنبط الأحكام وثانيا حتى نعرف الحلال والحرام ولو سئلنا لما اخترت مذهب سيدنا الإمام الشافعي فقلنا لأن مجتمع الماليزي شافعي مذهبا لو أنا مثلا مجتمعي كلهم شافعية وأفتيت بمذهب آخر ربما افتتن الناس حدثت مشكلة في ماليزيا كما كنا رأيناه الآن واحد سأل شيخا فأجاب وسأل شيخا آخر فأجاب إجابة أخرى فتحير فلان كيف هؤلاء كلهم علماء ده هذا الرجل أجاب بجواب وهذا الرجل أجاب بجواب آخر ألم يكن قرآننا واحدة ألم يكن قبلتنا واحدة ألم يكن نبينا واحدة فلماذا الاختلاف طيب بسبب لماذا لأن العوام لا يفهمون هذه الدقائق فلذلك لا نريد أن نفتن
مجتمعنا فلذلك تعلمنا وتفقهنا على مذهب سيدنا الإمام الشافعي حتى نستطيع أن نجيب مسائلهم على ضوء ما فهمه سيدنا الإمام الشافعي ما أننا ما أنكرنا مذهب الآخرين. مصر مثلا مليئة بالمذاهب. فلان سأل شيخا خلاص يعني ليس هناك مشكلة، الشيخ أجاب بمذهب الذي تمذهب به، لو ذهب إلى شيخ آخر فالشيخ الثاني ربما أجاب بمذهب آخر سهل، والمجتمع يعرفون. أما مجتمعنا الماليزي حياتهم من أولها إلى آخرها على مذهب سيدنا الإمام الشافعي، فلما نريد أن نفتنهم بمسائل غريبة؟ ربما حدث مشكلة بينهم وبين الآخرين بسبب فتوانا ليس على مذهب سيدنا الإمام الشافعي، فلذلك نحن تعلمنا الشافعية بسبب ذلك. لو كنا، لو الله عز وجل اختارنا أن نكون من أهل الهند وأهل الهند معظمهم على مذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة النعمان الإمام الأكبر، طيب احتمال كبير نحن سنتعلم الآن الفقه على مذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة، زملاؤنا من المغرب على مذهب سيدنا الإمام مالك، فكل على مذهب قومه، فنحن تعلمنا الفقه على مذهب سيدنا الإمام الشافعي لأن مجتمعنا تمذهب بمذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن نحترم جميع الفقهاء، وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. طيب هذه هي المقدمة. ساعة كم الوقت؟ يا ساتر يا رب. محفوظتنا ما هي؟ الفقه لغة، الفهم واصطلاحا، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو الأول. هناك محفوظات كثيرة من خلال السنتين، لا أدري في اللقاء الثاني كم العدد، لا بأس، ولعل اللغة العربية أيضا يوكل العدد. زعلان؟ زعلان أم فرحان؟ فرحان. فرحان أم جوعان؟ جوعان. طيب طيب ندخل إن شاء الله في كتاب سيدنا الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن بافض الحضرمي، والكتاب المسمى بالمقدمة الحضرمية. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا الكتاب كتابه، فلا ينبغي لنا أن نقرأ مباشرة ضمن الكتاب وننسى صاحب الكتاب، فنقرأ بعض الترجمة المتعلقة بصاحب الكتاب الإمام الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن بافض. طيب المؤلف هذا الكتاب، هذا الكتاب يسمى بالمقدمة الحضرمية، معروفة بالمقدمة الحضرمية أو بمسائل التعليم، وكذلك معروف بمختصر الكبير، لأن المؤلف له مختصران، المختصر الكبير والمختصر الصغير. والمقدمة الحضرمية التي بإذن الله عز وجل سنتعلم هذا الكتاب هو المختصر الكبير، وهو المشهور والمتداول، وسمعت من بعض زملائي الذين تعلموا في تريم أن هذا الكتاب من ضمن المقررات عليهم، فإنهم تعلموا هذا الكتاب من أوله لآخره، وقرأوا أيضا متن أبي شجاع من أول لآخره، وقرأ أيضا كتاب كذا وكذا وكذا. ونحن إن شاء الله نحاول أن نقرأ هذا الكتاب بحقه، ربنا يوفق لنا جميعا، اللهم أمين. طيب صاحب الكتاب ترجمة الإمام العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن بافض الحضرمي. طيب أولا أنا سألت بعض زملائي لكني ما وجدت الإجابة،
من منكم يعرفون ما المراد ببا هذا با فض با علوي ما معناه بني معناه بني سمعت ممن من أصدقائي وهم تعلموا في اليمن أجاب زميل ما اسمك يا أخي صاحب المجلس اسمه كريم محمد أمين أخونا محمد أمين قال با في لهجة اليمنيين با فضل با بعلوي با كذا با كذا معناه بني ممكن أنا كمان يخطو في بالي هذا يعني من بني فلان من آل فلان لكن هل منكم من سمع هذه الإجابة من أفواه شيوخ لأن هذا الكلام غير منتشر في مصر لا يوجد في مصر يعني با بادة أنا ظننت بادة أصبح من بابا بابا يعني بابا ممكن ولكن لا أدري هو صحيح أم لا مجرد يعني مجرد ما يخطر في بالي غير معتمد وليس بفقه فمن منكم يعرف قبل أن ندخل مباشرة با بمعنى عائلة على لهجة أهل اليمن اسم العائلة في أوله يقول با واسم عائلة يعني با هذا اختصار من أي كلمة ولا لهجته هكذا أظن لهجة لأن جدتي في آخر اسمها با عنفال يعني با هذا تقريبا معناه عائلة أو بابا أو بني نفس معنى بإذن الله لو وجدتم إجابة مذكورة في الكتب أقبلني تمام موافقون؟ طيب المؤلف هو الفقيه الإمام العلامة العارف بالله صاحب المصنفات النافعة من هو اسمه ما اسمه ما اسمه ما اسمه ما اسمه ما سموه عبد الله ده كلها لغات عن الاسم على فكرة اسم 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 سم ما سموه طيب سموه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد الحاج ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن يحيى ابن القاضي أحمد ابن محمد ابن فضل من هنا جاء اسم العائلة با فضل يعني عائلة فضل ابن محمد ابن عبد الكريم با فضل القحطاني القحطاني معذرة القحطاني لماذا القحطاني؟ لأن العرب من يمن أصله من قحطان والقحطان اسمه شخص يعني أبو اليمن اليمنيون أبوهم رجل اسمه قحطان سبحان الله شوف العرب حافظوا أنسابهم أما الماليزيون من أبوهم؟ ما أعرفش إذن قحطان رجل من اليمن اسمه قحطان وهو عربي لكنه غير منتسب إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام أما القرشي الناس من نسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فإن نسلهم متصل بسيدنا الإمام بسيدنا سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما وعلى رسولنا الصلاة والسلام إذن القحطانيون عرب لكن نسلهم غير متصل بنسل سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما وعلى رسولنا الصلاة والسلام فالصحابة من الأنصار صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار من الخزرج وأوس هم أيضا من بني قحطان لأن أصلهم من اليمن إلا أن أجدادهم تركوا اليمن وهاجروا إلى المدينة قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمئات سنين فالأوس والخزرج وأبناؤهم أنسابهم غير متصلة بسيدنا النبي إسماعيل أما القرشيون من مكة
فإنهم من أبناء نبي الله إسماعيل ومع ذلك فإنهما عرب فلذلك ذكر هنا قحطاني ولعل هذا إشارة إلى أن صاحب الكتاب ليس من أهل البيت ربما أنا لا أدري هل با فضل من عائلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم لا لكن لما قال القحطاني لعل هذا إشارة إلى أنه ليس من أهل البيت لأن أهل البيت وإن كانوا الآن ساكنون منهم من سكن في اليمن إلا أن أباهم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما وعلى رسولنا الصلاة والسلام ولكن من وجد وجد شيئا مذكورا في الكتب أن صاحب الكتاب من أهل البيت أخبرني تمام؟ هل سمعت شيئا يا أخي؟ طيب ذكر المحقق هذا الكتاب أن سيدنا عبد الله ابن عبد الرحمن با فضل أجده الأعلى وهو فضل محمد وبه انتسب العائلة انتسبت العائلة إليه به فضل بن محمد ابن عبد الكريم كان من العلماء العاملين لأنه صاحب الكتاب هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد الحاج ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن يحيى ابن القاضي أحمد ابن محمد ابن فضل الشخص الذي اسمه فضل وهو من أجداد المصنف كان من العلماء العاملين وحفيده أي حفيد فضل وهو أحمد القاضي أحمد القاضي أحمد من أجداد المصنف أيضا من العلماء العاملين وكان متوليا القضاء بتريم يعني قاضي تريم القاضي بمعنى أنه فقيه عالم ماهر بحر في الفقه وحفيده يا سبحان الله حفيد عبد الرحمن ابن عبد الله وهو أيضا من أجداد المصنف أيضا من العلماء إذن يا أخي سبحان الله المصنف رزق بالعائلة المعروفة بالعلم والتقوى إذن هو من نسل طيب الله عز وجل اختاره أن يكون من العائلة المعروفة بالعلم والتقوى طيب متى ولد المصنف؟ المصنف ولد سنة 850 هجرية 850 ولد بتريم باليمن وكان والده رحمه الله عز وجل من أهل العلم والصلاح وكان المصنف تعلم مبادئ العلوم الدينية على يد أبيه إذن أبوه شيخه وهو تلميذ أبيه حفظ القرآن وهو صغير لا حول ولا قوة إلا بالله حرام علينا فمن لم يحفظ القرآن بعد فعليه يحفظ القرآن حرام عليك أن تقرأ الكتاب وتشهد كأنك شيخ ولم تحفظ القرآن يا خيري إذن يا أحبابي حرام عليكم لابد أن نحفظ القرآن ليس أزهريا من لم يحفظ القرآن ومن سمات العلماء القدامى أنهم كانوا يحفظون القرآن وهم صغار طيب نحكي أنه أصبحنا كبارا في السن لا بأس ما لا يدرك كله لا يدرك جله ما فاتك في الماضي فلا يفوتك في الحاضر فلا بد أن نحفظ القرآن إن شاء الله نحن نعزم عزما قويا ونجمع إن شاء الله إجماعا والإجماع لغة العزم فلا بد أن نجمع ولدينا عزم قوي في حفظ القرآن الكريم من ليس أزهريا من لم يحفظ القرآن وكان رحمه الله عز وجل أيضا يحفظ المتون الكثيرة في الفقه واللغة وكان مهتما جدا بالفقه والحديث من شيوخ المصنف عبد الله الشيخ المفتي عبد الله ابن أحمد با مخرمة
ومن ضمن شيوخه أيضا الشيخ الفقيه محمد بن أحمد ابن عبد الله بافض من نفس العائلة. بمعنى يا أخي سبحان الله نحن وجدنا أن شيوخنا لم يكونوا شيوخا إلا بعد أن كانوا تلاميذا. لا أحد صار شيخا. ومن شيخه؟ لا أنا ما عندي شيخ. أنت ما عندي؟ أنا شيخ ولكن ما عندي شيخ. إزاي؟ كما قال المصري إزاي؟ كيف؟ كيف تكون شيخا وأنت لم يكن لديك شيخ؟ إذن من شيخك؟ من جعلك شيخا؟ زمان سبحان الله الأزهر في 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 عهدها في عهده الذهبي الماضي أنه لا يكون شيخ إلا من أمره شيخه أن يكون شيخا. لا أحد يدرس إلا بعد أن أذن له شيخه وشهد له بتعمقه في المادة. وهناك بعض الشيوخ أذن في مادة دون مادة، يعني هو شيخ ولكن لا شيخه قال أنت ممكن يجوز لك أن تدرس مادة الفقه ولكن لا يجوز لك أن تدرس مادة العقيدة. لا أنت لست بأهل في مادة العقيدة مثلا. وهناك من قال أنت فقط لك أن تدرس ثلاث مواد دون سائر المواد. وهناك من توسع وتعمق في جميع المواد فأذن له أن يدرس جميع المواد. فالكل على حسب طاقته العلمية. شخص لم يكن له شيء، فمن شيخه ومن أقعده على كرسي التدريس إلا نفسه. أنا نفسي شيخني، نفسي شيخني، مبروك عليك، حرام عليك. إذن سبحان الله علماؤنا حتى سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من هو سيدنا الإمام البخاري وهو من هو، من حيث الحفظ ومن حيث التقوى من حيث ذكاؤه المفرط، يا سبحان الله جبل في الحفظ. هؤلاء العلماء آية من آيات الله في الحفظ وآية من آيات الله في الجدية والطلب، ومع ذلك لديهم شيوخ. فسبحان الله حتى لو كنا رأينا أي مجال من مجال العلم ليس هناك طبيب إلا بعد أن صار تلميذا لطبيب. لا أحد، لا أنا فقط أكتفي بالكتب والإنترنت وشيخ جوجل حفظه الله. لا في أي مجال من مجال سواء كانت دنيوية أو أخروية لا يكون شخص شيخا إلا بعد أن تتلمذ على يد شيخه وشهد شيخه له بالذكاء وبالإمكان وبإمكانية التدريس. طيب المصنف رحمه الله عز وجل له مؤلفات كثيرة، والمشهور منها الكتاب الذي بين أيدينا وهو المقدمة الحضرمية، المعروف أيضا بالمختصر الكبير، المعروف أيضا بمسائل التعليم، وله أيضا كتاب اسمه المختصر اللطيف. المختصر اللطيف أيضا في الفقه الشافعي إلا أنه أخصر من المختصر الكبير، وله أيضا كتاب منسك الحج، وله نزهة الخاطب في أذكار المسافر، وله من الكتب العديدة. نفعنا الله بمثل هذه الكتب الطيبة. ثم أيها السادة، شيخنا شيخ الإمام المصنف عبد الله ابن عبد الرحمن توفي في شهر رمضان، في 5 رمضان سنة 918، سنة 918 في مكان باليمن معروف بالشخر. أنا لم أذهب إلى اليمن ولا مرة في حياتي. يا رب ربنا يسهل لنا زيارة العلماء وأهل البيت هناك بإذن الله. وهناك مكان في اليمن اسمه شخر، الشح منزلة الشحر،
شين والحاء والراء الشهر. توفي صاحبنا مؤلف هذا الكتاب بالشهر في 5 رمضان سنة 918 ودفن بعده أي في يوم 6 من رمضان في السنة 918. والغريب سبحان الله بعد أن دفن المصنف هو الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بافض قام تلميذه وهو قريبه يعني متقارب في السن إلا أن هذا الزميل الصاحب اعتبر أنه تلميذ لزميله وهو الشيخ عبد الله تصدير وهو الشيخ بحرق اسمه بحرق بحاء والراء والقاف بحرق. قام الفقيه بحرق بعد أن انتهى الناس من دفن الشيخ المؤلف قال لهم جميعا من رآني في المنام قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا رأيت البارحة أي ليلة البارحة ليلة الماضية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كل من صلى على هذه الجنازة غدا غفر الله له. يعني إيه شيخنا المؤلف توفي في اليوم 5 من شهر رمضان ثم في بعد وفاته في ليلة 6 من رمضان رأى الشيخ بحرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بغفران الله على كل من صلى على جنازة هذا المصنف. فلما دفن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن في 6 من رمضان قام الشيخ بحرق وبشر الناس بهذه البشارة دليل على أنه من أولياء الله الصالحين حتى بسبب بركته وبسبب حضور الناس حوله الله عز وجل غفر الحضور والذين حضروا من العلماء وأيضا من الفساق وأيضا من السلاطنة يعني الناس على طبقات كثيرة يعني رجل صالح وطالح الكل حضر ومع ذلك رحمة الله واسعة إكراما لهذا الولي الله عز وجل غفر جميع من حضر هذه الجنازة ودفن هذه الجنازة سبحان الله. ونسأل الله عز وجل أيضا أن يباركنا ويجعلنا بإذن الله من عباده المغفورين ببركة قراءتنا هذا الكتاب لهذا الولي الصالح عبد الله ابن عبد الرحمن بافض بإذن الله عز وجل إليه ولأصوله وفروعه ومشايخه وتلامذته وكل من انتفع بكتابه وقرائه وشراحه إليهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين. نفتح قراءتنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ بإذن الله عز وجل مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف عبد الله بن عبد الرحمن بافض رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقرائه مختصره الكبيرة المعروف بالمقدمة الحضرمية وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به
الخلود في دار السلام وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه البررة الكرام وبعد فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله فيتعين الاهتمام به وإشاعته فأسأل الله الكريم أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم اللهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل في المحاضرة الآتية سنشرح هذه المقدمة بإذن الله عز وجل بالتوسع إن شاء الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل زعلان؟ فرحان؟ فرحان؟ فرحانين؟ لأن الكتاب خلاص يعني نحن تحبنا بسماع كلام هذا الفلان لا نريد أن نسمع كلامه ولا نريد أن ننظر وجهه ونريد أن نتقيأ مباشرة فرحان؟ طيب مرحبا بإذن الله أي بنا نختتم جلستنا كما هي عادة علماء الأزهر زمان طوال زمانا قديما وهو الختام ختام المسك الصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.